أهلا بأحسن متتبعين، معكم أسماء حمدوني طبيبتكم العامة بمدينة بوجدو. عندي لكم واحد الخبر زوين، بغيت نفرحكم تانتوما معايا. ألوغ اليوم اكتشفت أنه واحد المريض آخر كان مدخن مدمن على الكارو، على التدخين، والحمد لله قطع الكارو. وهذا الشيء خاصكم تعرفوا أنه مثلا في الإنجليز طبيب منين تي واحد من المرضى ديالو تيقطع واحد تقطع الكارو ولا تقطع واحد البليه كانت فيه، كي تتجاز على شي وتتخلص عليه. يعني اكثر ولا اكبر اجره كياخذها الطبيب العام، طبيب الوقايه، هو انه الناس يديروا بحال هذا النجاح، هذا كيتسمى نجاح. سمحوا لي عيانه، ندير الفيديو عيانه، وما كرهتش اي واحد كان تيكمي يتواصل معايا او اللي عنده شي بليه يتواصل معايا باش نشوف ان شاء الله نوليو نديروا دي لايف على الناس ديال التدخين. مرحبا وسهلا، التدخين ولا اي بليه.